Good morning, besties. نعم يا فندم، حتى تقول لكم good morning. شايفين حاطة ماسك اليوم سبت، أنا كل سبت أحط ماسك. خلينا أوريكم الماسك اللي أنا أستخدمه. هذا الماسك من Emulsion، أحط منه شوية في العلبة حقتهم هذه. أولاد أخوي عندنا. بعدين أحط عليه هذا الأويل، هذا حق الإشراقة. احط شويه من الماسك هنا، بعدين شويه من الاويل هنا، نقلب نقلب بعدين نحط، بعدين يصير وجهنا نظيف ومشرق. صراحه اليوم قررت اني اصور لكم فلوج عشان وصلتني كم شحنه، فقلت خلينا اسوي لكم انبوكسنج زي كذا، واوريكم القطعه اللي طلبتها والاشياء اللي وصلتني وزي كذا، يعني فعاليات. خلاص اصلا شوف لازم يتغسل دحين، هغسل الماسك وبعدين حوريكم المورنينج روتين حقي، نكمل يومنا ونسوي الانبوكسنج وتنسيقات وحركات. ما اعتقد في تنسيقات لان كل قطعه يعني كل قطعه لحالها يو نو. خلص المورنينج روتين، خلينا نسوي قهوة عشان نصحصح ونبدأ نسوي الانبوكسنج. يلا نسوي انبوكسنج. اوكي البوكس الاول، هذا جبته لنفسي هدية عشان السنة الجديدة وزي كذا، وانا الصراحة من الناس اللي مو دايما اشتري اشياء لنفسي، ما كذا اجيب لنفسي هدايا وين وين، يعني بس في ماي بيرث دايز والاشياء اللي مرة مهمة. فحسيت الصراحة السنة هذه خاصة اخر كم شهر من السنة مرة اشتغلت كثير ومرة يعني انجزت. شكرا تلك انك فتحت الباب. فاشتريت لنفسي اشياء. اولالا luxury fashion. صراحة اشتريت نفس الشنط، يعني اوكي عندي شنط بس في شنط الوان محددة مهي عندي، فدايما يخرب الاوتفيت. فاول شيء جبت هذه الشنطة البيضة، من جد ما عندي اي شنطة بيضة، يعني اتس نوت اصلا مرة بيضة، مور كذا ابيض على رمادي اكثر. يعني شوف هذا ابيض، شوف جنب بعض باين هذه اغمق من زاك، حبيتها كذا وفيها ديتيلز بالذهبي. اثنين، this is an unboxing video. go away. يلا وي انتبهين كذا بابيس. شايفين الديتيل حقت التشين اللي هنا، فهذه تكون زي كذا اقدر اشيلها يعني كذا، واقدر اخليها كذا بس منظر وانا اشيل الشنطه. فمرة حبيتها. واشتريت واحده ثانيه برضو من نفس البراند، لانه برضو ما عندي هذا اللون، واحس هذا يعني من الالوان النوتشرز المفروض كل احد يكون عنده زيها. فقلت هذه الشنطة وعجبتني هذه الديتيلز اللي قدام، يعني دائرية مهي يعني مربع زي بعض الشنط. هذا البوكس الأول. أنت تحبني ولا تكرهني؟ لو تحبني ما تسوي في زي كذا. تا 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 تا. أوكي خلاص سمحتك. لا هذا قهوة. أنتوا إيش بكم؟ أنتوا إيش بكم؟ أوكي البوكس الثاني. بسم الله كنت حط على نفسي. اوكي هذا ماكسي المفضل. جبت لنفسي حلق، انا من الناس اللي مره ما تلبس حلقان كذا، هذا الحلق اللي كذا اللي يومي، فهمتوا كيف؟ يعني كذا بس الريسايف فاعد وجهك صغير كذا، والبسه يعني بشكل يومي لانه مره ما البس حلق، واحس انه المفروض اني البس حلق، فيا احبس بعدين. شنطتي المفضله اللي طلبتها، ايوه هذا الشكل كل الشنط. كوتش مره لونها يجنن، هي اللي خلتني احس انه خليني اشتري شنط، يعني هذه كانت اوت اوف يعني كونفينينس ان اول اني احتاج شنطه بهذا اللون، احتاج زي كذا، بس هذه لانها مره عجبتني. انتبه.
مره الوانها حلوه. تخيلوني شايلتها، الوان كثيره وكذا ولمعه وكذا وقاسيه. اي لايك ات. والسي حقتهم اتس سو كول الصراحه، اتس سو كول وكذا صغيره. تعرفوا حقت اللي مو انه او رايحه مشوار، اللي رايحه مشوار تنس ما كانوا داعي الشقلبه. ماي فيفرت. وحلو انه الوانها كثير حرفين، اقدر البسها في مع كل شيء في اي محل. فترقبوا حقرفكم بيها لندوخو، راح احط لكم كل هذا الشنط في الديسكربشن بوكس. بقي بوكس كمان، بس هذا البوكس فيه ملابس ومو من اناس، من ريفولف. شوف الفرق بين بوكس الملابس وبوكس الشنط. لو تلاحظوا مؤخرا مرة صرت قاعدة اطلب اشياء من ريفولف كثيرة صراحة، لان اشوفها مرة حلوة وقاعد اشتغل معاها في اكثر من بروجكت. هذه المرة كانت الملابس جدا مختلفة، اخترت اشياء شوي شتوية. تعرف قديش انا مرة احب الكوتس كذا الطويلة اللي يعني استخدمها كانها عباية، فطلبت من عندهم كوت بني وجابوا لي هو بالعليقة. لا ما توصل ريفولف. كذا ثقيل وحق برد يعني. طبعا انا عايشه في جده وجونا يعني 99% من الوقت في السنه يكون حار ورطوبه، بس من جد ما يعنيني، من جد ما يعنيني. انا البس الشيء اللي احس انه حلو. لو بموت حر جوه كذا حيجيني هيت ستروك، اي دونت كير. اهم شيء انه واثقه من شكلي. فطبعا كل هذه الملابس اللي حوريكم هي دحين، حسوي لكم فيديو تنسيقات ان شاء الله في انستغرام. بس دحين عندكم انتم كذا اكسكلوسيف لوك حلو وطويل. طبعا انتم شايفين بس هو طويل يعني يوصل للاخر، حق كشتة او كاني في الرياض. احس هذا جو الرياض مره. وذا بيست بارت البرنوس. ابى اتصور في الصحراء زكيا، حبيته. طبعا في الجيوب هم بارت مره 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 حبيت، حلبسه من جد في كل محل. وما عندي زي كذا كوت طويل بني، عندي بيج وعندي اخضر بس ما عندي بني. فمرة حبيته مرة حبيته، حتى شكله كذا مرة يعني كشوفي. المشكلة البرد قرب يخلص، بس زي ما قلت اي دونت كير، حلبسه حتى لو في الحر. بعد كذا عندنا، احب لما اطلب اشياء وتتاخر في الوصول عشان احس كانه عندي هدية، يعني من جد ناسية. هذا ايش؟ كل القطع اللي طلبتها هذه المرة احس انها تتماشى مع بعض، فحسوي لكم هي في اوتفيت كامل بعدين في انستغرام. ولو تعرفوا انا مرة احب البادي سوتس اللي هي تجي زي كذا، لانها كذا مره يعني خاصة تكون مرتبه. فانتوا مو زي لما بلوزه عاديه وانتوا تدخلوها جوه البنطلون فيصير كذا تطلع وانتوا جالسين، لما توقفوا فاللي غباء تحلي الشكل وتتلبس تحت اي شيء، اي حاجه ما انت عارفه ايش تحطي معاها. بادي سوت. شوفوا اول شيء الديتيلز من ورا الكف الازارير، بعد كذا كلها ترتر ترتر. فيا زي كذا حتكون، فتخيلوا كيف انها لوكات جوه الداف اللي احمر وبني. I like these colors مع بعض. هذا القميص من Lovers and Friends، هذا اللي زي كذا اللي ما يتلبس لحاله، يتلبس فوق الاشياء. اي شيء لابس اي بنطلون مع اي بلوزه، بس فوقها كذا قميص ابيض شكلك حلو. والكم حقه زي كذا يعني فليرد، فهمتوا؟ فاللي كذا يدي منظر انه تعبت على الاوتفيت. فلو كنت لابسه مثلا من جوا بادي سوت لونه اسود وبنطلون اسود وهذا من فوق، بس انتهى كشخه، تعبت على الاوتفيت. حلو. بعدين اشتريت بنطلون ابيض، عندي جنزات بيضة بس ما عندي كذا لايك بنطلون رسمي ابيض، واخذته الصراحة كذا على اوف وايت، مو ابيض ابيض يعني في له يعني اني حركة كانه جيب. احب هذا المنظر اللي كذا اللي على رسمي. حبيت انه من ورا مطاط، لانه انا البناطيل مرة صعب مقاسي في البناطيل، فلما يكون مطاط من ورا معناته حيكون قدي فاقدر اخذ مقص صغير. حبيته، متحمسة اسوي التنسيق مرة. يعني جبنا ملابس، جبنا شنط، جبنا كود، ايش بقي؟ كاب. جبت كاب. هذه البراند مرة أحبها، جبت منها قبل كده بوت أبيض يجنن يجنن. هذه المرة جبت كعب سيمبل اللي كده حق مو إيفري داي، بس اللي مو إنه أو كشخة أنا رايحة زواج، لا حق إنه رايحة إيفنت، رايحة صحبتي زي كده. مرة حبيته اللي من جد يعني كده اللي يومي. مرة حلو مرة حلو، اللي كاجوال أكثر من إنه أي شيء. الله لا مرة مريح، مرة مريح وشكله يجنن على الرجل. فما حوريكم عشان تشوفوه في فيديو التنسيقات حق انستغرام. اوكي هذه الاشياء اللي طلبتها، فحط كل الاشياء في اماكنها وبعدين نكمل يومنا، نشوف ايش في فعاليات اليوم. كل شيء زي ما قلت لكم حيكون في صندوق الوصف تحت لو عجبكم اي حاجتين. اوكي يلا.
باي.